الطالب عنده في الاختبارات كويز، اختبار قصير اول وكويز ثاني واختبار كثير قصير ثاني والاختبار النهائي، ويدرس قراءة وقواعد واستماع وكتابة وتحدث، كل هذا بالتفصيل سنجله قدام. A2 نفس الشيء، ثم هكذا حتى B2 بلس. انظروا B2 بلس. طيب تعالوا ندخل بشكل أكثر ونرى. هذا مثلا يقول لي الاختبار القصير الأول الطالب فيه سوف يتعرض للتعارف والتحيات، وهذا موجود في الدرس الأول. الدرس الثاني البلدان واللغات، السفر، المواصلات، طيب والكفايات؟ عنده، نحن قلنا أن من الكفايات علم اللغة، صحيح؟ هل الطالب يدرس علم اللغة وهو نعم يدرس علم الأصوات، لكن ليس بشكل وصفي وإنما بشكل تطبيقي. فمخارج الحروف التي يعرفها الطالب هي موجودة في علم الأصوات الذي هو جزء من علم اللغة. ففي الكفايات ستجد أنه سيتعرف على الأصوات اللغة العربية كاملة، ويتعرف على التاء المربوطة والتاء المفتوحة والفرق بينهما وضمائر الرفع المنفصلة سيتعرض للاستفهام، هذه الأدوات سيتعرض لأسماء الإشارة، كل هذا. إذن في الاختبار يجب أن يرى هذا، هذا في الاختبار الأول، وهكذا. انظروا هكذا كل المستويات. جيد. وبعد ذلك أجمع للأستاذ ما الذي كان يجب أن تدرسه. هل درست هذا؟ ففي القواعد في المستوى A1 كان عليك أن تدرس هذا، وكان عليك أن تدرس الضمائر، هذه الضمائر، وفي القراءة كان عليك أن تدرس هذا، وهكذا. إذن الدليل هو بمثابة قانون لبرنامج اللغة العربية وفق الإطار، يستطيع به مدير البرنامج أو يستطيع به رئيس البرنامج أو المسؤول عن البرنامج أن يتابع كل الوحدات من أول صناعة المحتوى إلى عملية التدريس إلى عملية القياس والاختبارات. تمام؟ فالطالب الآن في الجامعة عندنا وهو داخل إلى اختبار المحادثة مثلا، عنده اختبار محادثة مع أستاذين، يجلس أمام الأستاذين في B1 وهو يعرف بالضبط أن الأستاذ سيتحدث معه في 15 أو 16 موقف اتصالي فقط، ولكن سيكون هناك تعزيز من A1 و A2 أيضا، سؤال واحد من A1 سؤال واحد من A2 للاطمئنان أن الطالب لم ينسى. جيد. لماذا؟ لأن عملية التدريس السريع للغة مشكلة. انظروا نحن عندنا ربما في تركيا لا نشرب القهوة في هذا الفنجان، نشربها في فنجان صغير. لو أنا أخذت هذا الفنجان الصغير فتحت عليه الماء بقوة، ماذا يحدث؟ يدخل ويخرج الماء. هل سيبقى فيه أي ماء؟ نفس الشيء عقل الطالب مع اللغة. إذا أنا أعطي له مفردات قواعد ولا أطمئن ولا أعزز في تدريبات وأعزز في واجبات وأعزز في الفصل وأعزز في الاختبار، إذن ما أخذه ربما ينسى. إذن عملية الاعتماد على الإطار هو ليس مفتاح سحري، ولكن هو يضبط لك القيام بدورك في عملية تعليم اللغة العربية في برنامجك في كليتك بشكل أكثر وضوحاً، ويكسب الطلاب اللغة بشكل ممنهج. أنا أنهيت الآن، ما عندي، نفتح الحوار لحضراتكم، من أراد أن يضيف، من أراد أن يعني يزيد على ما قلت، فأهلاً وسهلاً بالأسئلة والإضافة. شكراً دكتور وليد.